تقربي كده وانا اقطع عليك ايدك قبل رجلك. حراميه وستين حراميه، ما سرقتي الراجل من بيته مش هتسرقين انا. مي كساب انسانه صادقه واللي في قلبها على لسانها، لكن بعيدا عن الفن والتمثيل، لو تسالونها وتقولوا لها مين تكوني حتكون اجابتها فريده دليده ونوح. فهي ام، والامومه بالنسبه لها الدور رقم واحد في حياتها، وأولادها الثلاثة أعطوها القوة والحب وطعم جديد للحياة. ومي اليوم موجودة معانا على طاولة النواعم عشان تقول لكل امرأة ما تهتمين لكلام وآراء الناس، ولا تعتمدي على أحد في تحقيق أحلامك. كوني سيدة نفسك، كافحي وثابري وخليكي طموحة، ولا تسمحين لأي عائق أو إنسان يمنعك من تحقيق أحلامك. يعني في البداية صراحة نشكر ماريا شربل على هذا التقرير، نبغى نسمع رأيك في التقرير اللي شفته. هتخلونا عيط من أولها. والله أنا ممتنة تاني جدا، والله شكرا قوي، تقرير فظيع قوي، ومن قلبي بشكركم. ولو أنا الناس شايفاني بالعين دي فيعني شكرا. لا تستحقين عن جد هذا كله. واللي لفتني انه ما شاء الله على تعدد مواهبك، ولانك دائما عندك هذه الانجازات الجميله اللي الكل يشهدها صراحه، الا انه دورك الاساسي والدور الاهم هو دور الامومه. الحمد لله. كيف شفتي او نظرتك تغيرت من بعد ما صرتي ام؟ بقيت اعقل كثير. بقيت بحسب كل تصرف قبل ما اعمله، بحسب أي كلمة قبل ما تطلع من بقي، لأن بقى فيه ثلاث أرواح هدية من ربنا سبحانه وتعالى ليا أنا وجوزي. بقينا إحنا جزء كبير أو جزء مؤثر في حياتهم، فهم ممكن يدفعوا ثمن حاجات أنا ممكن أبقى شايفاها لما كنت صغيرة عادي، دلوقتي ما بقتش عادي بالنسبة لي. فدايما فالأمومة خلتني أعقل كتير وراسية كده وهديت. يعني نظرتك للعمل برضو لمهنتك تغيرت؟ لا، نظرتي لمهنتي زي ما هي من أول دقيقة، لأن أنا يمكن نشأت في بيئة شوية متشددة، وفلاحين بقى وعندنا أصول وعندنا في حاجات ينفع تتعمل وحاجات ينفع ما تتعملش. والدتي كانت ماسكة عليا قوي، بابايا كان الجانب المتفتح في حياتي والمثقف أكتر، واللي اداني ثقة في نفسي، واللي خلاني طول الوقت كان يقول أنا بنتي مي دي راجل، يعني لو قعدت وسط 100 راجل أنا ما خافش عليها. فهو كان زارع ده جوايا، فكنت ماشية كده بس بعمل لماما كده. يعني أنا كده هو في نفس الوقت، بس ماما بالذات ليها حتة كده، لأن مامتي كانت طيبة قوي، فمن كتر طيبتها تبقي مش عايزة تزعليها. بس الله يرحمهم، الله يرحمهم هما الاثنين، الله يحفظ لك اللي بقى من أهلك ويرحم اللي غادر منهم.